يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله النهارده تكون حلقة مميزة كالعادة، زي ما حضراتكم متعودين معانا يكون لنا جولة في الساحة المحلية من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديدة في كرة القدم العالمية واخر اخبار كمان الالعاب الاخرى، وكل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجة واحدة بس بتجمعنا هي الرياضة. خلونا كده نبدأ زي ما احنا متعودين مع أبرز العناوين. منتخب مصر يخوض وديتين قبل أمم إفريقيا بعد اتفاق فيتوريا واتحاد الكرة. وتأجيل مباراة الأهلي وبلدية المحلة لأجل غير مسمى. الأهلي يستقر على تجديد عقد السولية لموسمين. مجلس إدارة الزمالك يستقر على حسم ملف التجديد لمحمود علاء. وعالميا ليفربول يستهدف بديل محمد صلاح من الدوري الأسباني. ومن العناوين هنروح دلوقتي لفقرتنا الاولى، فقره اخبارنا المحليه. فرص سليم والتصويب والهدف جول، وعرضيه الاستلام والهدف مش ممكن يصدها، يتالق يتالق على القوه الساحره، ولكن الاستلام يسردها، الاستلام هو كل الجمال، هو 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 مش قادر. نبدأ أخبارنا بمنتخبنا الوطني. واتفق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اتفق مع اتحاد الكرة على خوض مباراتين وديتين هيكونوا في شهر يناير القادم، وده هيكون قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في الكوت ديفوار. وحدد فيتوريا الثاني من شهر يناير هيكون موعد مبدئي لإقامة المعسكر النهائي استعدادا طبعا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكوت ديفوار زي ما قلت لحضراتكم خلال من فترة يوم 13 يناير حتى 11 فبراير 2024. وبتقع مصر في المجموعة الثانية مع كل من منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. وبصراحة روي فيتوريا يعني مأدي بشكل جيد جدا بشكل فني وقيادي كمان مع منتخب الفراعنة في الفترة الأخيرة، وشفنا المباريات الودية اللي جيدة جدا اللي قدر ان هو يلعبها سواء مع تونس أو زامبيا أو أيضا المنتخب ثعلب الصحراء، وطبعا هما منتخب الجزائري محاربي الصحراء عفوا. بكل تاكيد طبعا محاربي الصحراء منتخب من المنتخبات الكبيره جدا على الصعيد الافريقي وعنده لاعبين محترفين في كل الانديه طبعا الاوروبيه، ولكن قدر ان هو يؤدي بشكل جيد جدا في المباراه رغم كمان النقص العددي اللي شفناه في هذا اللقاء، لكن قدر طبعا بطرد محمد هاني يعني لاعب منتخب مصر 60 دقيقه او اكثر من 60 دقيقه نقص لاعب، لكن قدر ان هو يحقق طبعا مباراه كبيره وكاد ان يفوز وضيع كتير وكتير من الاهداف. بكل تاكيد يعني روي فيتوريا ماشي بخطى ثابته جدا مع منتخبنا الوطني في الفتره الاخيره. كمان بينطلق اليوم الاربعاء المعسكر المفتوح كمان لمنتخب مصر للشباب تحت قياده وائل رياض شيتوس عشان يختار مجموعه جديده من اللاعبين قبل حسم القائمه النهائيه للفريق اللي بتشارك في دورة شمال افريقيا اللي هتكون في تونس في فترة من 11 حتى يوم 22 من نوفمبر القادم، وضمت قائمة منتخب مصر للشباب استعدادا لبطولة شمال افريقيا. ونشوف ونستعرض مع حضراتكم القائمة: عمر كمال في حراسة المرمى، وعلي طارق ويوسف حمادة، واحمد وهبة وحمزة خالد ومحمد عبد الفتاح. خط الدفاع: طارق فوزي، محمد عبد المنعم، يحيى مصطفى، محمود لبيب، عبد الله فؤاد، حسام عوض، هشام محمد، يوسف اشرف، مروان عصام، عبد الله حسن، محمد سامي، احمد ناصر، يوسف جمال، ابراهيم عادل، محمود سمير، عبد الرحمن، محمد ربيعه،
أما في خط الوسط كريم الحسين، عمر عبد العظيم، أحمد وحيد، محمد عاطف، عمر عبد الرحمن، صلاح، آدم وجيه، يوسف وائل، محمد عمرو، يوسف محمد، محمد رأفت، فارس خالد، محمد عماد، إسلام تامر، ويوسف عبد الله. وفي خط الهجوم كل من يوسف النجار، سليم سليمان، بشار أشرف، آدم بن شرقي، أنس وائل، محمد عبد الله، عمر أسامة، فارس عكاشة، فتحي فياض، عاطف الحكيم، إسلام فؤاد، محمد رأفت، أحمد جبل، وأحمد خالد. دي قائمة المنتخب. وأشاد كمان وائل رياض المدير الفني للمنتخب مصر للشباب بمعسكر الإسماعيلية اللي بيعتبر الأول لهذا المنتخب، مؤكد أنه حقق الكثير من أهدافه، واستفاد كمان الجهاز الفني واللاعبين منه بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وأوضح كمان أن جميع اللاعبين كلهم ظهروا بمستوى مميز وما زال لديهم الأفضل لتقديمه لمنتخب مصر للشباب. لافت أنه هيتابعهم باستمرار مع انديتهم الفترة اللي جاية للتأكد من تطور مستوى اللاعبين دول في الفترة القادمة. وزي ما احنا عارفين بيستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا في تونس اللي هتكون خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات كل من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس بجانب المنتخب الوطني المصري. ومن المنتخبات نروح لأخبار النادي الأهلي. وأكد مصدر لينا في أخبار أون تايم أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب استقر على تجديد عقد اللاعب عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي بينتهي بنهاية الموسم الحالي. وأوضح المصدر لينا أن الأهلي يرى يعني أهمية تواجد السولية خلال الفترة المقبلة، ليس فقط لأنه ما زال يعني قادر على العطاء، وأنه كمان ليه دور قيادي داخل وخارج الملعب في غرفة خلع الملابس، وبصفته من كبار اللاعبين في الفريق ليه دور محوري جدا وقت الازمات في النادي الاهلي. واوضح انه هيتم التجديد لعمرو السولية لمده موسمين قادمين على الاقل، وهناك ترحيب منه بالاستمرار لفتره جديده في النادي طبعا من عمرو السولية نفسه. واشار ان خالد بيبو مدير الكره في النادي الاهلي ومعه كمان امير توفيق هيقعدوا قعده وجلسه مع اللاعب عقد نهايه الدوري الافريقي عشان يتم حسم هذا الملف. وعمرو طبعا السولية من اللاعبين المميزين جدا في النادي الاهلي، ودوره كان محوري طبعا مع النادي الاهلي في الفتره الماضية، وبكل تأكيد رغم الإصابات يعني كتير كانت تهاجم عمرو السولية في الفترة الأخيرة، لكن من الركائز الأساسية بكل تأكيد في وسط ملعب النادي الأهلي. كمان حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بخيت مارسيل كولر هيكون يوم 26 أكتوبر الجاري موعد سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة طبعا هتكون صعبة جدا أمام فريق سان داونز جنوب إفريقي يوم 29 من الشهر الجاري، والمباراة دي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي. زي ما عارفين تأهل الفريقين خلاص الاثنين سواء سان داونز او النادي الاهلي تأهلوا امبارح، تأهل النادي الاهلي على حساب سيمبا التنزاني، بينما تأهل سان داونز بعد فوزه على بيترو اتلتيكو الانجولي. ومقرر ان تقام مباراه الذهاب بين النادي الاهلي وسان داونز يوم الاحد المقبل وهتكون في جنوب افريقيا، وهتقام مباراه العوده في القاهره يوم 1 نوفمبر القادم. طبعا شفنا المباراه بكل تأكيد امبارح النادي الاهلي وسيمبا التنزاني، طبعا جمهور النادي الاهلي يعني مش سعيد من الاداء، ولا اكيد بكل تاكيد كان يامل اكيد في سكور اكبر، يعني انتهت المباراه 1-1 ومباراه الذهاب انتهت 2-2 وشايفين الاهداف مع حضراتكم. ده الهدف الوحيد اللي احرزه كهربا طبعا للنادي الاهلي كان هدف التعادل، وكويس انه جه بسرعه يعني بعد هدف على طول سيمبا التنزاني، ولكن يعني جمهور الاهلي ما كانش سعيد. كتير من الناس يعني بيقولوا ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني كانوا مركزين بشكل اكبر على لقاء سان داونز، كنا فاكرين ان المهمه هتكون سهل هنا في القاهره وسط وجود طبعا عدد كبير من جمهور النادي الاهلي كان داعم طبعا رئيسي في عوده النادي الاهلي مره اخرى للمباراه بعد التاخر بهدف، وشايفين طبعا جمهور النادي الاهلي وبيملا استاد القاهره امبارح فعلا مفعول السحر في تاهل النادي الاهلي بكل تاكيد، وهدف طبعا كان ولا اروع وعرضيه ولا اروع بكل تاكيد من علي معلول اللي دور محوري في كل مباريات صراحة النادي الأهلي في الفترات الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإفريقي. لو ألف مبروك للنادي الأهلي إلى التأهل للدور النصف نهائي في بطولة الدوري الإفريقي، وإن شاء الله بإذن الله يفوزوا بهذه البطولة اللي هتكون غالية بكل تأكيد، لكن المواجهة القادمة هتكون صعبة جدا أمام سان داونز، ويجب يعني أن الجهاز الفني والمعاون كمان ليه يجهزوا بشكل كبير جدا، يعرفوا نقاط القوة والضعف، لأن فريق سان داونز مختلف تماما عن فريق سيمبا، وقدر ان هو يحرج بيترو اتلتيكو خارج الديار بهدفين مقابل لا شيء، يعني نهى
تأهله بشكل رسمي من مباراة الذهاب، فأكيد هيكون الاستعداد لمباراة سان داونز مغاير تماما عن مباراة سيمبا التنزاني. كمان بيضع الجهاز الفني النادي الأهلي بخط سويسري مارسيل كولر برنامج خاص هيتم تجهيز فيه الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي فنيا قبل المشاركة في المباريات بعد تأكد تعافيهم من الإصابة بشد في العضلة الأمامية على الصعيد الطبي. الثنائي طبعا مفترض ان هم ينتظموا في التدريبات الجماعية لفريقهم قبل مباراة سيمبا، لكن الجهاز الفني بيعمل على تجهيزهم ان هم يكونوا موجودين على أتم الاستعداد الفني والبدني كمان الاستعادة بيهم في اي وقت، في وزل تمن رغبة الجهاز الفني قيادة كولر في تطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين عشان يخفف اكيد الضغط على الاساسيين، وده بسبب طبعا مشاركة النادي الاهلي في اكتر من بطولة في وقت واحد، فبكل تأكيد وجود متولي وندى يكون مهم جدا للنادي الاهلي في الفترة المقبلة، وخلاص اقتربوا من العودة الى التدريبات الجماعية. كمان بيعقد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع احمد عبد القادر لاعب الفريق للحديث حول مستقبله مع الفريق في ظل تفكير اللاعب في الرحيل على القلعة الحمراء في ظل استبعاد يعني المشاركة مع النادي الاهلي في المباراة الماضية. بيناقش مدير الكرة بالنادي الاهلي خالد بيبو مع احمد عبد القادر موقفه من الرحيل عن الفريق في الانتقالات يناير القادمة في ظل يعني استبعاده من المشاركة في مباراة النادي الاهلي الاخيرة، وبيقلل كمان فرصه يعني من وجهة نظر اللاعب في الانضمام للمنتخب الوطني، وذلك وفقا لمصدر داخل النادي الاهلي اللي اكلنا هنا في اخبار اون تايم ان خالد بيبو هيحاول احتواء اللاعب وتاجيل فكره الرحيل عن القلعه الحمراء في فتره انتقالات الشتويه القادمه، خاصه في ظل ارتباط الفريق يعني بمباريات هامه خلال الموسم الجاري، وحاجه كمان النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي لمجموعه اللاعبين اللي تم قيدهم في قائمه الفريق كلهم، خاصه في ظل كمان رغبه اللاعب في الرحيل. واضاف كمان مدير الكره بيحاول ان يحافظ على استقرار الفريق في الوقت الحالي خاصة في ظل خوض المارد الأحمر مباريات هامة محليا وإفريقيا، ولابد من توفر المناخ الجيد للجهاز الفني والسيطرة على غرف الملابس. عايز برضو أروح لخبر تاني، وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة اللي كان مقرر ليها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل، وذلك بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي بنسختها الأولى، ولم تحدد يعني رابطة الأندية موعدا جديدا لمباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة، تم تأجيلها لأجل غير مسمى، خاصة النادي الأهلي عنده مباراة طبعا مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم يوم 29 من اكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي الدوري الافريقي هتكون امام سان داونز، وكمان مباراه الاياب هتكون يوم الاربعاء 1 نوفمبر، فخلاص تم تاجيل مباراه الاهلي وبلديه المحله لاجل غير مسمى. كمان حاول مسؤولي النادي الاهلي مخاطبه مسؤولي الكاف في الفتره الاخيره وفي الساعات الاخيره بعد التاهل بالامس بشان تاجيل مباراه العوده ضد سان داونز في نصف نهائي الدوري الافريقي لكره القدم، يعني حاولوا ان هم ياجلوها لمده 24 ساعه عشان تقام الخميس يوم 2 نوفمبر القادم بدلا من الاربع القادم اللي هو 1 نوفمبر. تاتي رغبه النادي الاهلي دي في تاجيل مباراه العوده ضد سان داونز بسبب ضيق الوقت بين مباراه الذهاب اللي هتكون يوم الاحد والاياب اللي هتكون يوم الاربع، مع وجود كمان يعني رحله سفر هتكون طويله من القاهره لغايه جنوب افريقيا والعكس كمان في العوده، وهو بيعرض اللاعبين اكيد لحاله من الارهاق الشديد جدا بسبب طبعا السفر لساعات طويله. لكن عرفنا في اخبار اون تايم الاتحاد الافريقي رافض حتى الان بكل الطرق تاجيل المباراه، وانها ستكون في موعدها دون تغيير لاي تغيير، يعني هو شايف ان الكاف ان هو هيؤثر على باقي المباريات، في لغايه دلوقتي رافض تماما الكاف تاجيل المباراه. عايزين نتكلم بشكل اكبر عن مباراه الامس الاهلي وسيمبا ومباراه القادمه الاهلي وسان داونز، بينضم لينا هاتفين واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن احمد نخله. كابتن احمد برحب بيك ومنورني كالعاده. مساء الخير يا محمود، ربنا يخليك، انت اللي منور وسعيد جدا بوجودي معاك. انا اللي اسعد يا كابتن. بكل تاكيد يعني كنت لسه بتكلم عن المباراه بالامس الاهلي وسيمبا، وان جمهور النادي الاهلي يعني ما نقدرش نقول ان هو سعيد اكيد بالتاهل، لكن مش سعيد من الاداء والنتيجه. شفت المباراه ازاي امبارح، وهل كنت تتوقع يعني ده ان يكون اداء النادي الاهلي والمستوى الفني اللي ظهر امبارح بيه النادي الاهلي في استاد القاهره وسط طبعا حشد من جمهور النادي الاهلي كان كبير امبارح؟ طبعا اول حاجه خلينا نبارك النادي الاهلي يا محمود وجمهور النادي الاهلي على طبعا الوصول للسيمي فاينال مع فريق سان داونز ان شاء الله. لكن خلينا نتكلم بشكل عام برضو ان احنا اعتقد يعني ان التفكير في مباراه سان داونز كان هو السائد في المباراه رقم واحد، تمام؟ برضو احترام المنافس، برضو الفريق برضو انت مؤدي بشكل جيد جدا هناك وعامل مباراه كبيره واحرزت اهداف وضعت اهداف كثيره جدا جدا هناك في سيمبا،
لكن خلينا نتكلم بس على في نقاط كده، ايوه احترام المنافس والتفكير في فرص صن داونز ده برضه كان موجود في تاخر حتى التبديلات، اهدار الفرص الكثيره اللي جت لنا، بتتكلم على قفشه، على بيرسيتا وعلى كهرباء، لكن بنتكلم كمان على التبديلات. يا محمود كان لازم امبارح كان يكون في تبديلات، عندك اثنين كويسين جدا جدا وبيادوا بشكل جيد، عندك رضا سليم وعندك امام عاشور، كان لهم حاجه كانت غريبه كابتن احمد يعني تاخير التبديلات بالصوره دي، يعني تبديل نقدر نقول في اخر المباراه قبل نهايه المباراه بثلاث اربع دقائق. دي حقيقه انا بتكلم فيها، ان انا لسه ما كسبتش حتى انا يعني فرص مثلا لما لو لا قدر الله جه هدف فيك، وهو ده اللي حصل، ان جه هدف فيك انت دخلت الفريق المنافس معاك في الجيم، والهدف ده برضو جه، انا مش عايز اقول لك يعني صعبه جدا ان انت تخرج يعني برضو مع احترام الفريق سيمبا، يعني مش هو ده الفريق اللي خرج النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي فريق كبير جدا جدا، وفي النادي الاهلي لما بيخش بطوله محمود بيخش عشان ياخد البطوله، مش عشان يدخل ويبقى وجه مشرف للكره المصريه، لا وجه مشرف ان انا اخد البطوله. المركز الثاني بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي زي المركز الاخير بالظبط، فدي يعني في ثوابت كده للنادي الاهلي. نتكلم على حاله اللعيبه كمان يا محمود، كانت غريبه جدا، بتكلم على بيستاو وضياعه للفرص وغريبه، حسين برضه ما كانش في حالته، في ناس كثيره ما كانتش في حالتها، تمام؟ امبارح انت كان عندك فرصه ان انت تنزل امام عاشور وتطلع مروان، وايمان بيلعب 8 وبيلعب 10 وخلي قفشه. انا بتكلم ان انا عاوز انقل اللعب، عاوز ازود الثقه الهجومي في نص ملعب المنافس. امام عاشور مع ديانج، ما شاء الله حالته البدنيه كويسه جدا، وبيقدر يعمل لك سبورت في نص الملعب، كان جيد امبارح، مستوى كان جيد، بيخلص الكوره بشكل جيد جدا يا محمود. تنظيميا وتكتيكيا ديانج ده عنصر مؤثر جدا في النادي الاهلي. انا بتكلم على الشق الهجومي، انا خلاص بيرسيتاو، انا كمان لازم احافظ على لعيبتي يا محمود. انا بيرسيتاو مش موفق المباراه الاولى، والمباراه الثانيه كمان باين ان هو مش موفق، على الاقل ادي 25 دقيقه لرضا سليم. رضا سليم طبعا، لان هو ورقه عندي رفحه دلوقتي، ولاعب عنده سرعات، ولاعب عنده رؤيه وعنده مهاره، وبيقدر ينهي وبيقدر يجيب جول، وكمان احرز لك هدف، تمام؟ بتكلم على حسين الشحات برضه، يا حسين انت لعيب ذكي ولعيب مهاري، بس امبارح ما كانش في حالته. بتكلم على دي الحاله دي، منه مين اللي وصل اللعيبه في الحاله دي؟ انا لازم احضر كويس، لازم افوق لعيبتي، لازم اخلق دوافع جديده. اعتقد يعني برضه ممكن يكون ده درس يا محمود للمباراه سان داونز اللي جايه، مهم جدا ان انا افوق لعيبتي. ما انا لسه اسال عليك بقى على المباراه الجايه، اكيد هتكون يعني متغيره بكل المقاييس، اكيد سان داونز والمباراه الاولى هتكون في جنوب افريقيا، حضرتك شايف المواجهه دي ازاي؟ مواجهه اكيد بكل تاكيد هتكون صعبه على كلا الفريقين. يعني عاوز اقول لك ان فريق سان داونز فريق مميز جدا، فريق كويس جدا، فريق كواليتي، اللعيبه بتاع فريق سان داونز محمود عاليه جدا، فريق بيبني من تحته، بيحضر بشكل جيد، وبيوصل للمرمى بشكل كويس، اللعب الجماعي هو رقم واحد فريق سان داونز، يعني احس ان في ثلاث اربع نجوم، لكن الشكل الجماعي لفريق سان داونز، التنظيم الفريق شكله جيد جدا، بس عنده اصابات كتيره جدا يا كابتن احمد. بالظبط، المباراه القادمه لما يروح يلاقي فريق بيترو اتلتيكو، انا بقول فريق كويس ويكسبه في ملعبه 2-0، ويجي يلعب مباراه اللي في مباراه على ملعبه، مطرود من منك لاعب في اول ربع ساعه، وبتلعب مباراه كامله، وتحس انت مش ناقص منك حد، وبتلعب اكنك بتلعب زي سانتوس البرازيل، بتلعب اللعب الجماعي والاستحواذ واللمسه الواحده والانتشار الجيد واللمسه، يعني عايز اقول لك اداء رائع. فريق سان داونز ده فريق مميز جدا جدا، وانا بقول مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، لازم نخلق دوافع جديده للاعب النادي الاهلي، لازم مستر الكره يقعد مع لعيبه تاني، لازم نتكلم على السلبيات اللي حصلت في المباراه اللي فاتت. المباراه صعبه جدا، الاجناب كمان عندهم خطره جدا يا محمود، عندهم يعني عايز اقول لك التحول كمان، التحول السريع من الخلف للامام بيعملوه بشكل جيد، وظهرت في الهدف الثاني في مباراه بيترو اتلتيكو انه من ثلاث لمسات وصلوا جابوا جون بشكل سلس وسهل، جابوا هدفين كمان خارج الديار. بالظبط، اتمنى ان شاء الله يعني ان كولر يعني يقدر يحتوي لعيبه النادي الاهلي ويرجع النادي الاهلي لمستواه والفورمه الفنيه اللي احنا عايزينها ان شاء الله امام سان داونز. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي كابتن احمد نخله، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا. هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم من جديد، ومن اخبار النادي الاهلي نروح لاخر اخبار نادي الزمالك. نبدا من عند الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، اللي بيفاضل في الفتره الحاليه بين الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي لحراسه مرمى الفريق في المباراه القادمه اللي هتكون امام انبي، والمباراه هتكون يوم الجمعه
القادمة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري نايل. يعني بيرى أوسوريو أن محمد عواد ما حصلش على فرصته بشكل كامل يعني بعد تعرضه للطرد في مباراة البنك الأهلي في الجولة الثالثة، وغيابه كمان كان عن مباراة سموحة في الأسبوع الرابع. وفي نفس الوقت كمان بيؤمن بالمباراة الجيدة اللي قدمها كمان محمد صبحي كانت أمام سموحة، المباراة الأخيرة اللي انتهى طبعا بفوز كان كبير لنادي الزمالك 5 أهداف مقابل هدف. ومقرر بقى أن يحسم التدريب الأخير اللي هيخده الفريق مصير حارس المرمى، فضلا كمان استطلاع رأي أكيد الكابتن محمد عبد المنصف مدرب الحراس. وبعد ما بعدها يتخذ على طول أوسوريو قراره النهائي سواء بالاعتماد على محمد عواد أو بالاعتماد على محمد صبحي. كمان نروح لخبر تاني فيما يخص نادي الزمالك. استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على فتح باب المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة مع محمود علاء مدافع الفريق لتجديد عقد الفترة القادمة. يعني عقد اللاعب بينتهي بنهاية 2024 وبيحق لي توقيع لأي نادي في يناير القادم، لأن بيرى مجلس الإدارة يعني أن محمود علاء واحد من اللاعبين المهمين جدا في الفريق واستمروا في الفترة المقبلة أمر هام ولابد يعني أن يتم حسمه وحسم التجديد للاعب من الآن حتى يتم بقى توفير نوع يعني من حالة الاستقرار كمان للاعب وللفريق في الفترة المقبلة، وده ينعكس ذلك على مستوى أكيد اللاعب. يعني بسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى تجديد عقد اللاعب، وذلك حتى لا يفكر في أي عروض كمان خليجية تصله في الفترة القادمة، وأنه تلقى يعني عرض من أحد الأندية السعودية بعد انتهاء إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري، لكن مجلس إدارة نادي الزمالك وقتها رفض التجديد مع اللاعب. ومحمود أكيد علاء واحد مدافعين مميزين جدا، مدافع الدولي بكل التأكيد، والتجديد ليه في الفترة القادمة لنادي الزمالك هيكون مكسب كبير طبعا لخط الدفاع لنادي الزمالك، ومكسب أكيد لمحمود علاء الاستمرار مع نادي كبير بقيمة نادي الزمالك. كمان تواصل مجلس إدارة نادي الزمالك مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية عشان الحديث معاه عن ملف المستحقات المتأخرة للجهاز الفني واللاعبين في الفترة الأخيرة. وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك لعبد الواحد السيد أنهم سيسعون إلى إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن خلال الفترة القادمة، وطلب منه كمان أن ينقل هذا الأمر إلى الجهاز الفني وسوري وجهاز المعاون واللاعبين، وأن مجلس الإدارة حريص على توفير حالة من الاستقرار للجهاز الفني واللاعبين حتى ده ينعكس ذلك على أداء الفريق في المباراة القادمة في كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الزمالك هذا الموسم. بيسعى كمان مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي لمعرفة حجم مستحقات اللاعبين والجهاز الفني من خلال التواصل مع الإدارة المالية في النادي. ومجلس إدارة نادي الزمالك فتح صفحة جديدة مع الكل يعني الفترة القادمة، وعايز إن هو يلم الشمل للفريق الأول ومع كل الأندية ويرجع العلاقات بشكل طيب في الفترة القادمة، وده اللي عايزه مجلس إدارة نادي الزمالك يحقق حالة من الاستقرار للفريق ويقدر إن هو يسدد كل المديونات والمستحقات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين في المرحلة القادمة حتى أكيد يعود بالنفع على الفريق والنتائج في الفترة المقبلة. نروح برضو الخبر تاني، يعني يوجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود القطيب من أجل زيارة القلعة البيضاء. وكان الزمالك تلقى تهنئة من مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص فوز المجلس برئاسة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك الأخيرة. تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بكل امتنان تهنئة النادي الأهلي بتولي المسؤولية، وعبر المجلس عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة، ووجه كمان الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وقام بدعواته لزيارة مقر الزمالك، ويأتي ذلك تأكيدا لقيم الروح الرياضية ولما فيه صالح للرياضة المصرية. لفتة طبعا رائعة من إدارتي سواء إدارة النادي الأهلي أو إدارة نادي الزمالك. نروح دلوقتي لاخر الاخبار الانديه الاخرى، ونبدا من عند امبي. وكتب مسؤولي نادي امبي حقيقه وصول عروض الى احمد امين شهير بوفا ومحمد حمدي كمان ثنائي الفريق خلال الفتره الماضيه بعد تالقهم اكيد في الدوري الممتاز. اوضح مسؤولي نادي امبي ان ثنائي الفريق لم يتلقى اي عروض رسميه حتى الان، خاصه ان الاولويه عند النادي البترولي هي تسويق اللاعبين خارجيا مش في مصر لتحقيق اقصى استفاده ماديه من هؤلاء اللاعبين. ومن امبي نروح لبيراميدز، وكشف محمود فتح الله مدرب العام لبيراميدز موقف النادي من رحيل ثنائي ثلاثي يوسف اسامه نبيه وايضا سيف
فاروق جعفر ثنائي لفريق خلال الانتقالات الشتويه المقبله على سبيل الاعاره بعد ابتعادهم طبعا المشاركه خلال الفتره الحاليه بشكل يعني تام مع بيراميدز. وقال فتح الله ما يتم ترديده ليس صحيح على الاطلاق وغير مطروح بالمره، احنا لسه بادئين الموسم. ويوسف وسيف ده اللي قاله طبعا محمود فتح الله، ويوسف وسيف يعني لاعبين كبار وعندهم مستقبل كبير، لسه الكلام ده بدري جدا عليه، عندنا ثقه فيهم بلا حدود، وعدم مشاركتهم وجهه نظر فنيه بشكل كامل. وده طبعا كلام محترم جدا من محمود فتح الله، ان عدم مشاركه اللاعبين ده بيعود بكل تاكيد على وجهه نظر الجهاز الفني. نروح دلوقتي للدراويش، وتواصل مجلس اداره نادي الاسماعيلي برئاسه نصر ابو الحسن اتفاق مع على جدوله مستحقات لاعبي الفريق كره اليد المتاخره طبعا من الموسم الماضي، والاتفاق مع اللاعبين على سحب الشكوى المقدمه لدى الاتحاد المصري لكره اليد، واتفق مجلس الاداره مع اللاعبين على سداد المستحقات على 3 دفعات، وتم صرف الدفعه الاولى للاعبين وتقديم كمان تنازل عن الشكوى بموجب تعهد بصرف المستحقات المتبقيه في موعدها المتفق عليه. بيذكر كمان يعني يذكر ان الاتحاد المصري لكره اليد كان اخطر نادي الاسماعيلي في بدايه الموسم بوقف خيد اللاعبين الجدد لحين سداد المستحقات المتاخره وتسويه كمان الخلافات مع اللاعبين دول اصحاب الشكاوى، والسماح للنادي باستلام عدد 10 بطاقات فقط للفريق الاول و10 بطاقات لفريق المرتبط. عايزين كمان نطمن طبعا عن واحد من الفرق اللي صعده وبقوه الى الدوري نايل بكل تاكيد هذا الموسم، وحقق كمان نتائج كبيره جدا ونتائج جيده في اول 5 مباريات. بينضم لينا هاتفين الكابتن محمد ثابت مدرب العام لنادي زاد. كابتن محمد برحب بيك ومنورت. اهلا بحضرتك واهلا المشاهدين. اخبارك ايه يا كابتن محمد؟ ولسه كنت بتكلم طبعا عن فريق زاد والنتائج الجيده جدا اللي محققها منذ بدايه الدوري نايل هذا الموسم، حضرتك شايف المباريات بشكل عام اول 5 مباريات للفريق ازاي؟ اقول بسم الله طبعا الحمد لله زي حضرتك قلت تفضلت، يمكن احنا من اوائل الناس يمكن بدا الموسم فتره الاعداد، الحمد لله قدرنا نشكل فرقه الحمد لله محترمه ولعيبه كويسه جدا، بس طبعا انت عارف التجانس بياخد وقت، انت جايب برضه لعيبه كتير ولعيبه صغيره في السن محتاجه تجانس ومحتاجه وقت، الحمد لله لعبنا 4 ماتشات وبالتالي النتائج الحمد لله لينا مرضيه جدا. فوزين وتعادلين. يمكن كنا يعني كنا قريبين جدا من حق العلامه الكامله ب 12 بونت. يعني كان في شويه اخطاء طبعا مننا، واحنا يمكن في ماتشات سهله ضاعت، قرب الماتش اللي فات ماتش المقاولين يعني كان ماتش في المتاح، انت كنت خسران 2-0 وقدرت ترجع، كنت ممكن تحافظ بس دي كره القدم. فاقول الحمد لله الفرقه ماشيه بشكل كويس، والحمد لله مجلس الاداره الطاهره وناس محترمه جدا بيدعموك بكل ما اوتوا بقوه، ما فيش ضغط خالص، لعيبه احنا كل ماتش بناخده على حده، الماتش الجاي عندنا سموحه مباراه صعبه، فرقه كويسه فرقه محترمه بنعد لها طبعا وبنذاكر كويس جدا، بقول لعيبتي ماتش مهم جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لهم، ماتش تتعب وانت على ارضك وان شاء الله باذن الله يكون خير باذن الله. يعني عايز اتكلم على المباراه الاخيره مع المقاولون العرب، شفت المباراه دي ازاي حضرتك؟ وكمان يعني 4 ضربات جزاء تم احراز 3 منهم وقدر يعود مره اخرى زاد للمباراه، شايف المباراه دي بشكل عام ازاي؟ وشايف كمان مباراه سموحه عايز اتكلم عليها، هل ممكن يبقى في متغيرات عن المباراه الاخيره امام المقاولون العرب في التشكيل؟ زي ما حضرتك عارف يمكن الماتش احنا قلنا احنا بنذاكر فرقه كويس، ذاكرنا فرقه المقاولون كويس جدا، ونرى برضه جايين مرشدهم حاجه غير المكسب، عاملين سيناريو طبعا السيناريو بالنسبه لنا اتغير، هم تقدموا 2-0 فطبعا عشان ترجع في المباراه بشجع طبعا لعيبتي وبشكرهم جدا، رجعنا والشوط الاولاني خلص 1-2-2-3 خلاص الماتش خلص، يعني برضه عدم خبرات شويه، انت برضه عندك حوالي 8-9 لعيبه تحت 22 سنه ما قدرش نحافظ على المكسب، فاقول الحمد لله برضه فرقه محترمه فرقه نادي كبير. الماتش اللي جاي طبعا سموحه بنعد له طبعا بعد الماتش خلاص خلصنا قفلنا الصفحه بتاع قلنا لعبتنا نقفل الصفحه تماما ونفكر في ماتش سموحه، نادي سموحه جاي من خساره برضه ثقيله قدام نادي الزمالك وفي وقف مستحقات وفي فطبعا ده ما شغلناش بيه، اهم حاجه احنا حالتنا عامله ازاي، وفرقه محترمه ليها قدر كبير من الاحترام ومدربهم كابتن احمد، فده اللي احنا بنقوله لعيبتنا ازاي بنركز على نقطة الضعف عندهم نقطة القوة وربنا يصحيها ان شاء الله. كابتن محمد اخيرا في بعض الاخبار تناولت ان هناك بعض العروض لمحمد اسماعيل خاصة من النادي الاهلي، هل في عروض ولا الكلام ده غير صحيح؟
والله سبحان الله ما اعرفش حاجه يعني، اول مره اسمع عن حضرتك كده. ومحمد معانا، ويمكن هو حصل له يمكن كسر المبادره بتاعت البلديه المحله، والحمد لله رجع دلوقتي معانا، وان شاء الله نشوف الماتش الجاي. بس حته عرض هنا ما سمعش عنه. هو لعب طبعا، لعب كويس جدا ولعب محترم، وقريب جدا منتخب مصر كمان عليه كلام، وربنا يكتب له الخير ان شاء الله معانا، يركز معانا الفتره دي زيد، وربنا يكتب له الخير ان شاء الله. اشكرك كابتن محمد ثابت المدرب العام لنادي زاد، ومجهود طبعا رائع من الجهاز الفني، واداء رائع كمان نادي زاد في الفتره الاخيره سواء على صعيد النتائج او الاداء. كده تكون خلصت فقرتنا الاولى، فقره اخبارنا المحليه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبارنا العالميه، ونبدا نستعرض مع حضراتكم مباريات اليوم وابرز مباريات اليوم في دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، ونشوف المباريات مع حضراتكم. ابرز المباريات الساعه 8 الا ربع، عندنا مباراه غايه في الاهميه، برشلونه في مواجهه شختار. اما في العاشره مساء عندنا اربع مباريات، سيلتيك في مواجهه اتلتيكو مدريد، يونج بويز في مواجهه مانشستر سيتي، نيوكاسل في مواجهة بوسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان في مواجهة الميلان. نبدأ أخبارنا العالمية بخبر مهم بيستهدف نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع بديل مميز تحسبا لرحيل هداف الفريق محمد صلاح في المستقبل القريب. وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، إن ليفربول بيرغب في ضم جناح أتلتيكو بيلباو نيكو ويليامز البالغ من العمر فقط يعني 21 عام. بيتابع ليفربول حاليا موقف اللاعب مع نادي الاسباني، خاصه ان عقده بينتهي مع نهايه الموسم، ولكن هناك محاولات من اتلتيكو بالباو لتمديد عقده لسنوات اخرى مع الفريق. لكن يعني اذا فشل اتلتيكو بالباو في التوصل لاتفاق مع ويليامز، سيكون استمراره صعبا في ملعب سان ماميس مع استعداد كمان ليفربول للدخول في مفاوضات قويه مع اللاعب، لانه هيكون بالمجان بكل تأكيد. وبيعتبر ويليامز من أفضل المواهب في كرة القدم الأسبانية في الفترة الأخيرة، يعني صنع 4 أهداف هذا الموسم، وفي الموسم الماضي كمان كان ليه 3 أهداف، وصنع 6 آخرين في 43 مباراة. كده تكون خلصت أخبارنا العالمية، نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقراتنا، فقره وان شوت. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم فقرتنا في وان شوت، ان احنا دايما بنسلط الضوء على الاحداث الايجابيه وبنتكلم عنها. النهارده عايزين نتكلم عن لفته ايجابيه جدا، وهي وصول قميص لاعبي النادي الاهلي ل 120,000 جنيه. ده بعد طرحه في مزاد خيري من المفترض انتزها مع عوائده كمان لصالح اهالي فلسطين، تضامنا من الاهلي المصري واللاعبين مع الاحداث الجاريه في غزه. في البدايه تم طرح سعر القميص ده للاعبي النادي الاهلي في المزاد ب 2000 جنيه، وهو عباره عن قميص موقع عليه من جميع اللاعبين، حتى ما وصل دلوقتي الى 120,000 جنيه مصري سيذهبون كلهم كتبرعات لاهالي غزه. كل تاكيد موقف يعني مشرف من الجميع حقيقي، سواء من النادي الاهلي او كل الانديه الدوري المصري او من اللاعبين المصريين، وموقفهم فعلا من كل مسؤول يشعر بالمسؤوليه وباهميه دورنا جميعا في دعم اكيد اخواتنا في غزه في ظل الظروف الصعبه الحاليه. وكده تكون خلصت حقيقه النهارده من برنامج اخبار اون تايم، وفيناكم بكل ما جديد على الساحه المحليه والعالميه. بشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء.